الرئيس السيسي يشارك في برنامج نموذج محاكاة الحكومة المصرية، ويؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد أخبارا جيدة للمصريين. مقتل 5 من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر روسية سقطت في محافظة إدلب السورية. السلطات التركية تعتقل 11 من أفراد القوات الخاصة شاركوا في محاولة لاحتجاز أردوغان خلال التمرد الفاشل. أهلا لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل بانوراما الساعة 4 بعد الظهر من قناة النيل للأخبار. مرحبا بكم. فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضوره المنتدى الأول لنماذج المحاكاة التي يقوم بها شباب الدورة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت عنوان محاكاة الدولة المصرية. وقد شهد الرئيس عددا من نماذج المحاكاة التي قدمها الشباب من طلاب البرنامج، وكان أولها موقف الحكومة المصرية ورؤاها في مختلف المجالات التي تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ومنظومة الدعم والبطاقات الذكية. كما شهد الرئيس نموذج محاكاة لمجلس النواب عرض خلاله من قبل المشاركين ملاحظات المجلس على برنامج عمل الحكومة وسبل مساءلتها أمام المجلس. كما عرض طلاب البرنامج سبل إدارة المحافظين لعدد من الأزمات مثل السيول. حضر نماذج المحاكاة رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من السادة الوزراء وعدد من أعضاء مجلس النواب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري. وأشار الرئيس إلى أن الدولة حرصت خلال هيكلة أسعار الكهرباء أن تبقي الشرائح الثلاث الأولى بأسعار تناسب المصريين. جاء تأكيد الرئيس خلال مشاركته اليوم في فعاليات اليوم الثاني من برنامج نموذج محاكاة الحكومة المصرية الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة تتدخل دائما لكبح ارتفاع الأسعار، مضيفا أن المواطن سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة حاليا يكمن في تعزيز جسر الثقة بين الحكومة والرأي العام، منوها أن المصريين الذين يحبون وطنهم قادرون على تحدي الصعاب. كما أكد الرئيس السيسي أن المحافظين لديهم موارد للتعامل مع أي أزمة تطرأ بأي محافظة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد النيل شريف فؤاد. شريف، أهم ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من برنامج نموذج محاكاة الحكومة المصرية. تحياتي لك غادة وللزميل علي مبارك ولمشاهديك الكرام. واقع الأمر أنه هذا البرنامج في عجالة، قبل أن نتطرق إلى أهم ما جاء بالكلمة أو كواليسها، هو بمبادرة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته، وأطلق هذه الدعوة على هامش أسبوع شباب الجامعات العام الماضي، وهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة إلى يعني بناء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية سياسيا ومجتمعيا وإداريا في مصر، من خلال تزويدهم ب يعني أحدث نظريات في مجال الإدارة والتخطيط العلمي والعملي. تم قبول دفعتين في هذا البرنامج، المجموعة الأولى مكونة من 500 شاب وفتاة بعد اختيارات وتصفيات خضعوا لها، انخرطوا منذ خمسة أشهر أو ستة في هذا البرنامج. وكان الجزء الثاني وهو المنتدى الذي نحن بصدده، فهو منتدى على مدى 3 أيام يعرض فيه الشباب رؤاهم لكيفية تمكين الشباب للتعاطي والتعامل مع الأزمات الطارئة، نماذج محاكاة لقيامهم بدور المسؤولين والوزراء في حكومات مختلفة. وكان هناك حضور كبير من أعضاء الحكومة، يتقدمهم المهندس شريف إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب، لإظهار
يعني مدى الخبرات التي تحصل عليها الشباب خلال البرنامج ومحاضراته التي التأمت على مدى الشهور الماضية كما ذكرت. هذا فيما يتعلق بالبرنامج. اليوم هو اليوم الثاني من هذا المنتدى، وهو المنتدى الأول. سيكون هناك منتديين آخرين في غضون أقل من شهر أيضا يواصل فيه الشباب عرض رؤاهم للتحديات التي تواجه المجتمع المصري. كان لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر هنا ترتيبات مسبقة أو إجراءات أمنية، فوجئ الحضور بدخول الرئيس القاعة وجلس لحضور واحدة من الجلسات والتي كانت تتحدث أو تتناول تقدير موقف عام لعدد من التحديات التي تواجهها مصر. عرض لها مجموعة من الشباب، وكان يمثل الحكومة على المنصة أيضا رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة، وأحد أعضاء مجلس النواب هو الدكتور أحمد سعيد. صعد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنصة وألقى كلمة أو قام بالتعقيب على ما طرحه الشباب، وأبدى سعادته البالغة بمستوى الشباب وبرؤيتهم بكثير من التحديات وتعاطيهم مع الأزمات التي تواجه المجتمع، وأطلق مجموعة من الرسائل المهمة. غادة لو سمحت لي في عجالة نؤكد عليها مرة أخرى، كانت أبرز هذه الرسائل أن الحكومة المصرية هي جزء أصيل من الشعب المصري، وأنها لا يمكن أبدا أن تتخذ إجراءات تسبب ضرر أو أذى، هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسبب أذى للشعب المصري. وعلى ما يبدو أن هذه الرسالة لها علاقة بتخوف البعض مما يثار بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه ربما تكون هناك طلبات لصندوق النقد الدولي تتعلق بالبرنامج، وهي رسالة طمأنة وتأكيد على أنه لن يضار أحدا من هذا البرنامج. الحقيقة كانت الرسالة الثانية أو الدعوة الثانية اللي أطلقها السيد الرئيس، دعا الشباب، شباب مصر جميعا وليس فقط شباب البرنامج، إلى الانخراط في العمل الحزبي والسياسي وضرورة خوض انتخابات المحليات لتكون ضمانة أو وسيلة لمواجهة الفساد الموجود في نظم الإدارة المحلية والبيروقراطية. نعم. أيضا أكد أنه الجيش يتدخل دائما لضبط الأسعار وكبح جماحها في ظل اقتصاد السوق وارتفاع الأسعار اللي أحيانا بيكون مبرر بسبب التذبذب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وفي أوقات كثيرة جدا غير مبرر، وربما يعود الأمر إلى جشع التجار كما تعلمين. كان أيضا الحقيقة واضح جدا السيد الرئيس، وقال أنه أحد الأسباب التي يعانيها الاقتصاد المصري أو سبب رئيسي هو رفع الأجور بشكل كبير ومبالغ فيه جدا بعد يناير 2011 اللي بلغت 150 مليار جنيه في العام، وبالتالي كل هذه في غضون 4 سنوات بلغت الدين حوالي 600 مليار جنيه. نعم. وبالأساس الدين بلغ 97% من الناتج المحلي، وكانت الرسالة أعتقد الأهم هي ما يتعلق بسعر الصرف واستقرار الدولار، ويبدو أن هناك ثمت إجراءات اتخذها الرئيس والحكومة لم يعلن عنها ستعيد إلى سوق الصرف يعني ضبط السبت. الأسعار. نعم. وقال إنه المواطنين سيستطيعون الحصول على الدولار ويعود العمل به كعملة وليس كسلعة يكتنزها البعض. نعم، شريف فؤاد مراسل النيل، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة. وللمزيد من الرأي والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية والسلام. دكتور، من خلال رؤيتك الاقتصادية، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة في التعامل مع أزمة الدولار؟ الحقيقة يمكن الإجراءات اللي ممكن تتخذها الحكومة المصرية، الحقيقة يمكن يتم من مصادر الحصول على الدولار. مصادر الحصول على الدولار في مصر يمكن 5 مصادر أساسية دكتور علي. المصدر الأول الصادرات، وإحنا يمكن كان في انخفاض في الفترة الماضية من الصادرات المصرية إلى العالم الخارجي الحقيقة، وده يمكن انعكس انعكاس بالغ على زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه المصري. الحاجة الثانية كانت السياحة، وكان هناك انخفاض في عائدات السياحة الدولارية لمصر يمكن بعد 2011، عارفين كان قبل 2011 كان حوالي 14 مليار دولار، الحقيقة عائدات السياحة الوقت بتصل إلى 4 مليار دولار. المصدر الثالث للحصول على العملة خاصة الدولار كان تحويلات العاملين في الخارج، والحقيقة يمكن تحويلات العاملين في الخارج هي دي مربط الفرس، لأن تحويلات العاملين في الخارج الحقيقة يعني تضافر مع بعض الجماعات الإرهابية وتضافر مع بعض التجار المحتكرين اللي حاولوا ان هم يقوموا بالمضاربات على العملة والمضاربة على الدولار امام الجنيه المصري، وده الحقيقة يمكن نجح ونجاح محدود، لكن
الدولة الحقيقة كان لها دور كبير في هذا المجال انها تخدم من هذا. المصدر الرابع كان الاستثمارات الأجنبية. الحقيقة يمكن كان هناك مؤتمر مهم جدا عقد في شرم الشيخ العام الماضي الحقيقة، وهذا المؤتمر المفترض كان يكون له دور كبير جدا في جذب الاستثمارات، لكن للأسف كان هناك بعض التحديات الخارجية أطاءت الحصول على الاستثمارات الخارجية. يبقى المصدر الخامس والأخير الذي لم يتأثر الحقيقة بمجريات الأحداث هو عائدات قناة السويس. مجمل الوضع بيقول أن عندنا خمس مصادر، الإجراءات لابد أن هي تنبع من هذه المصادر وتتعامل معها عشان نقدر أن احنا نزيد من قدرتنا الحقيقية على معالجة الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير. احنا بنستورد يا دكتور علي بحوالي 80 مليار دولار صادراتنا أو مصادر الحصول على الدولار حوالي من 40 إلى 42، يعني احنا بنتكلم في نقطة بتتعلق من 38 إلى 35 مليار دولار نحن في حاجة إليها. حاجة ديات مرتبطة بشقين، الشق الأول إن أنا أزيد من القيمة أو أزيد من تعزيز الحصول على الدولار من خلال الخمس مصادر اللي أنا قلتهم. الحاجة الثانية إن أنا أعمل عملية ترشيد حقيقي في الاستيراد بحيث يكون هناك اتجاه نحو عدم دعم أو وقف استيراد السلع الاستفزازية أو السلع اللي ممكن إن هي تكون غير ذات جدوى أو تضيف الاقتصاد المصري. ده من الممكن إن أنا أقدر أقول دي الإجراءات اللي ممكن الحكومة المصرية إن هي تبنى عليها. بالإضافة إلى الشق بقى المهم جدا علاقتنا بالخارج وعلى الأخص المؤسسات الدولية على رأسها طبعا صندوق النقد الدولي. عارفين الوقت ان مصر بتتجه بقوه نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي. احنا كان فتره من الفترات كنا بنتكلم على 3 مليار زادوا ب 4.8 مليار، دلوقتي بنتكلم على 12 مليار دولار خلال 3 سنوات قادمه، مواقع 3 مليار كل سنه. هذا الامر له انعكاس كبير جدا على شخص مهم جدا اللي هو جذب الاستثمارات من الخارج. يعني معنى كده ان احنا لو نجحنا مع صندوق النقد الدولي بشهاده موثوقيه لمصر نعم والاقتصاد المصري امام العالم ان مصر تستطيع ان هي تكون عامل جذب حقيقي للاستثمارات الاجنبيه. دي مهمه جدا ونقطه مهمه جدا بغض النظر انا القروض بتاعتي هعمل بها ايه، لكن انا مش في حال الوقت ان انا اقدر ان انا اعالج العجز في الموازنه العامه للدوله بهذه القروض، لكن يجب ان انا اخصص جزء من هذه القروض لمحاور مهمه جدا زي التعليم والصحه والبحث العلمي. وفي نفس الوقت انا عندي عجز كبير جدا في ميزان مدفوعات خاصه الميزان التجاري، لابد ان انا احاول ان انا اعالجه عشان اعمل عمليه استقرار للصرف لسعر الصرف في مصر، وده اللي يهم البنك او صندوق النقد الدولي. واعتقد ان ده ادى الى مفاوضات مباشره كمان مع البنك الدولي ومع البنك الافريقي ومع كثير من المؤسسات. ده معناه شهاده موثوقيه عاليه جدا للاقتصاد المصري عشان يكون قادر فعلا على حمايه سعر الصرف والاستقرار. ايا كان دكتور علي ايا كان وصول الدولار ل 13 وربع في نهايه الاسبوع الماضي في السوق الموازيه لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن قيمه الجنيه المصري. نحن ندرك انها كانت هناك بعض التحديات والمخاطر من الخارج عشان يعمل عمليه عدم استقرار، لكن لابد ان احنا نعترف ان اقتصادنا حتى وان كان اتفضل. اشكرك دكتور علاء على هذه الرؤيه الواضحه. الاستاذ الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه والسلامه، اشكرك شكرا جزيلا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فاجأ بحضوره المنتدى الأول لنماذج المحاكاة التي يقوم بها شباب الدورة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت عنوان محاكاة الدولة المصرية. وقد شهد الرئيس عددا من نماذج المحاكاة التي قدمها الشباب من طلاب البرنامج، وكان أولها موقف الحكومة المصرية ورؤاها في مختلف المجالات التي تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ومنظومة الدعم والبطاقات الذكية. كما شهد الرئيس أيضا نموذج محاكاة لمجلس النواب عرض خلاله المشاركون ملاحظات المجلس على برنامج عمل الحكومة وسبل مساءلتها أمام المجلس. كما عرض طلاب البرنامج سبل إدارة المحافظين لعدد من الأزمات مثل السيول. حضر نماذج المحاكاة رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري. وأشار الرئيس أن الدولة حرصت خلال هيكلة أسعار الكهرباء أن تبقي الشرائح الثلاث الأولى بأسعار تناسب المصريين. جاء تأكيد الرئيس السيسي خلال مشاركته اليوم في فعاليات اليوم الثاني من برنامج نموذج محاكاة الحكومة المصرية الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وشدد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تتدخل دائما لكبح ارتفاع الأسعار، مضيفا أن المواطن سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد. وأكد الرئيس السيسي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة حاليا يكمن في تعزيز جسر الثقة بين الحكومة والرأي العام، منوها بأن المصريين الذين يحبون وطنهم قادرون على تحدي الصعاب. كما أكد الرئيس السيسي أن المحافظين لديهم موارد للتعامل مع أي أزمة تطرأ بأي محافظة. خلاصة شغلنا يعمل ترتيب لأجندة العمل الوطني المطلوبة خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي. فرصة تانية ان احنا نشوف ده منكم انتم، مش بس من الحكومة هي بتتكلم معاكم فيه. انا مش عايز اكون قطعت عليكم التدريب الراقي والمستوى العظيم اللي انتم بتتلقوه، وان شاء الله تستمروا فيه، والنتائج اللي بتيجي نتائج بتفرحني بتسعدني. ان احنا فكرة اعداد الشباب وتأهيل كانت فكرة بتنفيذها الجيد الناجح هتبقى النتائج بتاعة الفكرة اثمرت ايه، لان مش مشكلة ابدا انك انت بقى عندك افكار تعملها، لكن هي المشكلة انك انت تنفذها بالفاعلية اللي انت بتتمناها عشان تنجح الفكرة بتاعتك يعني. نفت وزارة الخارجية جملة وتفصيلا ما تناولته إحدى الصحف بشأن طلب مصر وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة خلال مباحثات وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن مباحثات شكري مع المسؤولين الإسرائيليين تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وأكد أن الإطار التعاوني الثلاثي القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل أن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة. تعقد لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح جلسة الاستماع اليوم لوزير الزراعة عصام فايد، والتي كانت مقررة أمس فيما يتعلق بمنظومة زراعة القمح وكيفية ضبط الحيازات الزراعية وربط سعر القمح المحلي بالأسعار العالمية. كما قررت اللجنة استدعاء وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل للاستماع له فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في عمليتي استلام محصول القمح من الفلاح وصرفها إلى المطاحن. يغلق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظامين قديم وحديث في 7 مساء اليوم. وقال رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات سيد عطا، قال إنه لا توجد نية لدى الوزارة لمد فترة تسجيل الرغبات للطلاب، وشدد عطا على ضرورة عدم تهاون الطلاب في تسجيل رغباتهم، مؤكدا أن الوزارة جعلت عدد الرغبات 60 رغبة بدلا من 48. وكانت المرحلة الأولى للتنسيق قد انطلقت الخميس الماضي بحد أدنى 96.6% للشعبة العلمية و92.7% للشعبة الهندسية و80% للشعبة الأدبية. ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت القادم، ليتم بعدها مباشرة البدء في أعمال المرحلة الثانية.
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم البدء في عملية صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة المقررة، مضاف إليها زيادة شهر يوليو والتي تقدر بحد أدنى 125 جنيها وبحد أقصى 323 جنيها. أضافت الوزيرة أنه تم تشكيل خلية عمل على اتصال مباشر بجميع مناطق ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للوقوف على سرعة عمليات الصرف وإزالة جميع العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم. وأشار أبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعي أن تلك الزيادة تقدر تكلفتها ب 13.5 مليار جنيه سنوياً ليستفيد منها 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، مؤكدا أن جميع منافذ الصرف جاهزة لاستقبال أصحاب المعاشات في المواعيد المقررة. وكذلك تم توفير عدد من السيارات لتوصيل المعاشات إلى أصحابها في المنازل بناء على رغباتهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن طائرة هليكوبتر روسية أسقطت في محافظة إدلب السورية وعلى متنها 5 أشخاص. وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت تقل طاقما من 3 أفراد وضابطين قتلوا جميعا في الحادث. والهليكوبتر هي طائرة شحن من طراز MI-8 أسقطت بعد أن نقلت مساعدات إنسانية لمدينة حلب، بينما كانت في طريق عودتها إلى القاعدة الجوية الروسية الرئيسية في سوريا. شن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة هجوما رئيسيا على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب غربي مدينة حلب الواقعة شمال البلاد. يهدف الهجوم إلى كسر الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة شرق المدينة. في محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مؤخرا، شنت قوات المعارضة المسلحة أول هجوم رئيسي لاستعادة أراض فقدتها بعدما شدد الجيش وحلفائه الحصار على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بحلب الواقع شمالي سوريا. وبعد ساعات من بدء المعركة، أعلنت غرفة عمليات المعارضة المسلحة التي تضم جبهة فتح الشام المعروفة سابقا بجبهة النصرة بالإضافة إلى أحرار الشام، أكدت أن القوات سيطرت على مواقع للجيش في المناطق الجنوبية الغربية التي تسيطر عليها الحكومة بحلب. في المقابل، أكدت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن قوات الجيش تصدت لهجوم المعارضة المسلحة ونفت سيطرتها على منطقة مدرسة الحكمة. وفي قلب مدينة حلب، استأنفت قوات النظام قصفها لأحياء عدة من حلب الشرقية، رغم إعلان موسكو ودمشق قبل 3 أيام فتح ممرات آمنة لإفساح المجال أمام المدنيين والمسلحين الذين يريدون تسليم سلاحهم الخروج من المناطق المحاصرة. كان الجيش قد سيطر بدعم من مقاتلين متحالفين معه وهجمات جوية من الطيران السوري والروسي الأسبوع الماضي، سيطر على مناطق مهمة عند الطرف الشمالي من حلب، وذلك حول طريق الكاستيلو الذي يؤدي للخروج من حلب وشمالا نحو تركيا. كما سيطر بشكل كامل على منطقة بني زيد عند الطرف الجنوبي من نفس الطريق، وحشد قوات للقيام بهجمات جديدة داخل المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وما زال يقيم في أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة نحو 250,000 مدني يعيشون تحت الحصار بشكل فعلي منذ أن قطع الجيش الطريق الأخير من وإلى تلك المناطق في الأول من يوليو. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق لقاء شحادة مراسل النيل. لقاء، ما الجديد لديك حول الأوضاع الميدانية في سوريا؟ خصوصا الطائرة الروسية التي قطعت جبهة الشام من جبهة النصرة إلى جبهة الشام وأحرار الشام هذان الفصيلان حتى اللحظة كما يعني يريدنا وكما هو واضح من تنسيقياتهم وصفحاتهم الإعلامية هما الفصيلان المسؤولان عن إسقاط الطائرة الروسية التي تأكدنا أيضا أنها لم تكن طائرة عسكرية ولم تشارك في الأعمال القتالية وإنما هي طائرة
لنقل الإغاثات الإنسانية والمساعدات الإنسانية كانت في طريق العودة في من حلب بعد أن يعني أقلت شحنة من المواد الغذائية والمواد التي يحتاجها الأهالي في مدينة حلب. هذه الطائرة أسقطت في أرياف أدلب بصاروخ أرض جو على يد كما قلنا أحرار الشام وجبهة النصرة، ولقي طاقم الطائرة المكون من طيارين ضابطين اثنين وثلاث جنود لقوا مصرعهم جميعا. الجثث الجنود الروس والضباط الروس تم التمثيل بها على صفحات التزكيات في مواقع الإعلامية، يعرضون صورا ومقاطع فيديو لتمثيلهم بالجثث التي يجرونها على الأرض وهي جثث شبه عارية. لذلك من المتوقع أن يكون هناك تحرك روسي هو أشبه بالانتقام من هذه المجموعات المسلحة التي قامت بهذه الأفاعيل تجاه طاقم الطائرة الروسية. لكن الطائرة الروسية ليس كما قالت التنظيمات المسلحة أنها طائرة عسكرية ولم تكن تشارك بأعمال قتالية، إنها طائرة إغاثية كانت في طريق عودتها من حلب وأسقطت فوق ريف أدلب. أما بخصوص المعارك الميدانية حاليا، الجيش السوري كما فهمنا يبدأ بشن عملية عسكرية في الجنوب الغربي من مدينة حلب لاستعادة مخطط درس الحكمة وتلة بازو، هاتان المخططان اللتان استطاعت بهما إلى حد ما. الجيش السوري يحاول استعادة هاتين المخططين ويقوم برمايات صاروخية ومدفعية كثيفة على هاتين المنطقتين. نعم. هناك صواريخ وقذائف تقوم بها تطلقها المجموعات المسلحة على شوارع حلب منها شارع الفرقان حاليا، وهناك كما وفدنا يعني أضرار مدنية وربما أضرار يعني نالت من الأهالي هناك. أيضا هناك معارك نشبت للتو في محيط مخيم حندرات التي يشهد هذا المخيم الذي يشهد حاليا تقدما لوحدات الجيش السوري في بعض الجيوب من هذا المخيم. نعم يعني أشكرك لقاء شهادة مراسل النيل من دمشق، ومعذرة لضيق الوقت. أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل 28 مسلحة من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم خلال العمليات العسكرية الخاصة بتطهير جزيرة الخالدية بمدينة الرمادي. وأعلن مجلس محافظة الرمادي بمحافظة الأنبار عن عودة 50,000 أسرة نازحة إلى المدينة، وذلك عقب استقرار الأوضاع الأمنية بها. تتواصل نجاحات قوات الجيش العراقي في مقابل تنظيم داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من البلاد. في محافظة الأنبار وبالتحديد في مدينة الرمادي، أعلن مجلس المحافظة انتهاء معارك منطقة جزيرة الخالدية بالمدينة واكتمال السيطرة عليها وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها، وذلك عقب انطلاق عملية تحرير الخالدية من 3 محاور شرق الرمادي. وخلال عملية التحرير تلك، أعلنت قيادة عملية بغداد عن مقتل أكثر من 30 مسلحاً من التنظيم الإرهابي وتدمير مواضع دفاعية ومنصات لإطلاق الصواريخ وكذلك عتاد عسكري، وذلك بتعاون القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبية، حيث كبد التنظيم خسائر بشرية ومادية كبيرة. أجواء المحاصرات الجارية واستقرار الأوضاع الأمنية في الرمادي دفعت نحو عودة أكثر من 50,000 أسرة نازحة إلى المدينة إلى أحياء ومناطق مركز مدينة الرمادي خلال فترة 7 أشهر الماضية. يذكر أن القوات الأمنية والعشائر حررت مدينة الرمادي نهاية العام الماضي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وسيطرت عليها بعد التحرير. وللمزيد من المتابعة معنا من بغداد تحسين طه مراسل النيل. تحسين، ما آخر التطورات الميدانية في جزيرة الخالدية؟ أهلا بك زميلي وأهلا بمشاهدينا. استطاعت القوات الأمنية من السيطرة على جزيرة الخالدية، هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية التي تعتبر وفق المعطيات العسكرية، كون هذه المدينة كانت الملاذ الآمن للهاربين من مدينة الفجا بعد عملية تحريرها، وبالتالي السيطرة على جزيرة الخالدية ومنطقة الخالدية بشكل كامل يعتبر إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات القوات الأمنية العراقية ومن معها من قوات سندة سواء في الحشد الشعبي والحشد العشائري وأيضا المتواجدين من أبناء المدينة. وبالتالي السيطرة على جزيرة الخالدية يمكن القول بأنه أصبح بشكل كامل بعد تطهير المنطقة من العبوات الناسفة منذ صباح اليوم. تمت هذه المرحلة كما أعلن السيد
المحلاوي الذي هو قائد عمليات الأنبار، وقال بأن المدينة أصبحت مسيطر عليها بالكامل. هنالك معلومات تشير إلى أن بعض الأطراف تشهد معلومات وجود بعض بعض العناصر الهاربة من هذه المنطقة، وهذا أيضا يمكن أن يحسم خلال اليوم. هذا الأمر يعطي دافع كبير للقوات الأمنية للمضي بتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة جماعة داعش الإرهابية في محافظة الأنبار. عندما سألنا السيد إسماعيل المحلاوي قائد عمليات الأنبار عن هذا الأمر، قال بأن الوجهة القادمة بعد تحرير جزيرة الخالدية المهمة هي المناطق الشمالية الغربية من محافظة الأنبار، ويقصد هنا من مناطق قضاء روى وقضاء عانة والقائم. هذه المناطق الثلاثة التي هي تابعة لمحافظة الأنبار ما تزال فيها جماعات داعش الإرهابية، وإذا تم تحريرها فيمكن القول بأن مدينة الرمادي أو التي هي مركز المحافظة وباقي الأقضية والنواحي تم تهجيرها بشكل كامل. نعم. ولا يتبقى سوى المناطق الفاصلة ما بين هذه المحافظة نعم. ومحافظة صلاح الدين. أشكرك شكرا جزيلا تحسين طه مراسل النيل في بغداد. اعتقلت السلطات التركية 11 فردا من القوات الخاصة ممن شاركوا في محاولة لاحتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان خلال التمرد الفاشل في 15 من يوليو الماضي. كان هؤلاء الجنود ضمن مجموعة شنت هجوما على فندق كان أردوغان يقضي عطلة فيه في منتجع مرمرة جنوب غرب البلاد، وكان أردوغان قد فر من الفندق عندما وصلت إليه هذه المجموعة عقب تلقيه معلومات تفيد بأنه في خطر. جاء اعتقال هؤلاء الجنود بعد تسريح 1400 فرد من القوات المسلحة وضم وزراء بالحكومة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إجراءات لإحكام السيطرة على الجيش بعد محاولة التمرد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الدكتور محمد العادل رئيس المعهد التركي العربي للدراسات. دكتور محمد، بعد التحية، منعت ألمانيا الرئيس التركي من إلقاء كلمة أمام تجمع مناهض للتمرد في مدينة كولونيا، ما هي تأثيرات ذلك على العلاقات ما بين البلدين؟ العلاقات بين تركيا وألمانيا تعيش حالة من التأزم حتى قبل العملية الانقلابية الفاشلة بسبب قاعدة إنجيرليك، وبسبب أيضا الموقف البرلمان الألماني بشأن قضية الأرمن وتجريم تركيا، وبالتالي هناك حالة من التوتر. يبدو لي أن القضاء الألماني حاولوا عرقلة هذا الأمر. في تقديري أنه العلاقات بين ألمانيا وتركيا علاقات قوية جدا ومتينة، لا نستطيع أن نصفها بالاستراتيجية، لكن هناك مصالح مشتركة كبيرة، وبالتالي هذه مجرد يعني لن تؤثر تأثيرا كبيرا على العلاقات، وستحاول أنقرة أن تتجاوز هذه المسألة قريبا وقريبا جدا، رغم أن حالة الأسى التي تعيشها أنقرة ليس من موقف ألمانيا فقط وإنما من مواقف الدول الأوروبية. لا، حتى هذه اللحظة ليس هناك مسؤولا أوروبيا يزور أنقرة لمواساتها، فقط يوم الأربعاء ستستقبل أنقرة يعني الأمين العام للاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك مواقف محتشمة الحقيقة أوروبيا في هذه المسألة. نعم، دكتور محمد العادل رئيس المعهد التركي العربي للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا. بانوراما النيل تتواصل مع حضراتكم، وفيها بعد قليل: انتهى هجوم تبنته حركة طالبان استهدف فندقا في كابل، والشرطة تعلن مقتل جميع المسلحين. We'll be right back.
الرئيس السيسي يشارك في برنامج نموذج محاكاة الحكومة المصرية ويؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد أخبارا جيدة للمصريين. مقتل 5 من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر الروسية سقطت في محافظة إدلب السورية. السلطات التركية تعتقل 11 من أفراد القوات الخاصة شاركوا في محاولة لاحتجاز أردوغان خلال التمرد الفاشل. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. الزميل أحمد فؤاد يقرأ على حضراتكم النشرة الاقتصادية. إليك أحمد. شكرا لكما وأهلا بكم مشاهدينا في أخبار الاقتصاد. نتابع. فيتش تؤكد أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سينعكس إيجابا على تصنيف مصر الائتماني ويساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية. أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي سينعكس إيجابا على تصنيفها الائتماني. الوكالة أضافت أن دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيعزز الثقة في الاقتصاد ويساعد في عودة تدفقات استثمارات المحافظ، معتبرة أن هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي قدرتها بما يقارب 10 مليارات دولار سنويا. هذا تواصل بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها مع المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي لبحث منح مصر تمويل بحوالي 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة الوطني لإصلاح الاقتصاد في ضوء حصة مصر المساهمة في الصندوق. المفاوضات التي تجريها القاهرة مع صندوق النقد كان لها أثر إيجابي على سوق الصرف، حيث شهد سعر الدولار استقرارا كبيرا خلال الأيام الماضية. وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار وقتي وطلب الحكومة باتخاذ إجراءات على المدى الطويل لمنع تجدد الأزمة. حالة من الاستقرار يشهدها سعر صرف الدولار في السوق المصرية خلال الأيام الماضية بعد الارتفاعات التي شهدها سعر الدولار الأسبوع الماضي، استقرار أرجعه الخبراء إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل اللازم لبرنامج الحكومة فضلا عن إجراءات المركزي ضد المضاربين بالدولار. هذه المفاوضات تهدف إلى عمل خط ائتماني من صندوق النقد لمصر قيمته قد تصل أو قد تتراوح من 12 إلى 20 مليار دولار. المضاربون عندما علموا بهذه الأخبار وقرب التنفيذ أو احتمالات قرب التنفيذ توقعوا أن تحدث هزة في السوق، فالجميع أقدم بشكل محموم على التخلص من لديه من دولارات بطرحها للبيع في الأسواق، وبالتالي استقر السعر. لكن أنا شايف أن هذا الاستقرار وقتي. اقتصاديون طالبوا الدولة بوضع خطة تضمن عدم عودة تلك الأزمة مرة أخرى عن طريق تشجيع الصناعة المصرية وزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد من الخارج، خاصة السلع الاستفزازية. إجراءات طويلة، تشجيع التصدير، الحد من الاستيراد وترشيد الاستيراد، تنشيط السياحة، لازم السياحة ترجع يا جماعة للمعدلات السابقة، استثمار أجنبي مباشر لازم يرجع ولازم يتعدل قانون الاستثمار الحاكم والمنظم للموضوع ده. وتعاني مصر نقصا كبيرا من السيولة الدولارية، ما دعا البنك المركزي إلى إلغاء الحدود القصوى للإيداع الدولاري، إضافة إلى رفع قيمة الدولار في سوق الصرف الرسمي في مارس الماضي بمعدل 14%. أشرف مبارك، النيل. شهد وزير النقل جلال سعيد ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين مراسم تسليم 11 عربة سكة حديد مكيفة من أصل 212 عربة تم الاتفاق عليها بتكلفة تصل إلى 2.1 مليار جنيه. وبذلك يصبح إجمالي ما تسلمته الهيئة القومية للسكك الحديدية من الهيئة العربية للتصنيع حتى الآن 161 عربة مكيفة. كما شهد وزير النقل تسليم قطار مترو أنفاق مكيف للخط الأول للمترو وفق التعاقد الخاص بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية في ديسمبر 2013 لتوريد 20 قطارا بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار جنيه.
أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي عن بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات للحجز بالمرحلة التكميلية لأكثر من 85 ألف قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا. وأشار الوزير إلى أن مساحات الأراضي تتراوح بين 209 و 1500 متر مربع، وذلك للمتقدمين للمرحلة الأولى ولم يوفقوا في الحصول على قطعة أرض في القرعة العلنية التي يتم إجراؤها خلال الفترة من 17 من يوليو وحتى 11 من أغسطس. نتحول إلى البورصة المصرية التي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة بمبيعات لصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، في حين مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء، وخسر رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.8 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 411.4 من 100 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.65 مليار جنيه. انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن ساعتنا الإخبارية ما زالت متواصلة. عودة من جديد إلى غادة وعلي، تفضل. شكرا لك أحمد، شكرا جزيلا. استشهد 4 سعوديين وأصيب 3 آخرون جراء قصف من الأراضي اليمنية استهدف مدينة صمطة بمحافظة جازان الحدودية. يأتي هذا في الوقت الذي يتجه وفد الحكومة اليمنية لمغادرة الكويت لغياب أي فائدة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوفد. انتهى الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة طالبان على فندق يأوي أجانب في العاصمة الأفغانية كابول إثر مقتل المهاجمين الثلاثة. كما أسفرت العملية التي استمرت على مدى 7 ساعات عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين. هجوم جديد شنته حركة طالبان الأفغانية على فندق يستضيف أجانب في العاصمة كابول، وبدأ بتفجير شاحنة مفخخة تلته مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل شرطي. وبعد اشتباكات استمرت 7 ساعات أعلن قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي انتهاء العملية التي أوقعت قتيلا وثلاثة جرحى في صفوف الشرطة، بعدما تمكن المهاجمون من الدخول إلى حرم فندق نورث جيت الواقع على الطريق إلى مدينة باغرام شمال شرق البلاد قرب مطار عسكري محاذ لمطار كابول الدولي. وقتل المهاجمون الثلاثة من حركة طالبان وبينهم قائد الشاحنة المفخخة. قوات الأمن الأفغانية قتلت المهاجمين دون سقوط ضحايا داخل الفندق، وقتل أحد رجال الشرطة وأصيب 3 آخرون أثناء محاولتين منع مهاجمين من دخول الفندق. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني سارعت حركة طالبان إلى تبني الاعتداء، مؤكدة على تويتر أنها فجرت الشاحنة المفخخة عند مدخل الفندق الذي سبق استهدافه باعتداء عام 2013، وأضافت أن الانفجار فتح الطريق للمقاتلين المزودين بأسلحة خفيفة وقاذفات صواريخ لدخول الفندق. وعادة ما تكون فنادق الضيافة الأجنبية هدفا لهجمات المتمردين منذ أن بدأت حركة طالبان هجماتها للإطاحة بحكومة كابول. ويأتي الهجوم بعد أسبوع من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مظاهرة لأقلية الهزارة الشيعية، ما أدى إلى مقتل 80 شخصا على الأقل. وتشهد البلاد تدهورا كبيرا في الوضع الأمني، فبحسب الأمم المتحدة سقط في النصف الأول من العام الجاري عدد قياسي من القتلى والجرحى، حيث تجاوز عدد القتلى 1600 شخص، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 3600 ثلثهم من الأطفال.